لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الدكتور الضاري يلتقي وفدا من علماء الهند المشاركين في مؤتمر الرؤية المقاصدية. في صحيفة المدى، بغداد وأربيل تستأنفان الحديث عن عودة البيشمركة إلى كركوك مع تصاعد الخروق الأمنية. في موقع كتابات، ما يدافع عن أهلنا المسيحيين في العراق. في موقع الجزيرة نت، أوروبا تجتاح المونديال الروسي. في صحيفة العربي الجديد، مرسوم تركي ينقل بعض الصلاحيات إلى الرئيس، وأردوغان يؤدي اليمين الأحد. في صحيفة القدس العربي، بدء عملية الفرز والعد اليدوي في كركوك، وبرلمانيون يغادرون العراق خشية مقاضاتهم. وفي صحيفة الحياة، السودان يأسف لتحذير أمريكي من السفر إلى أراضيه. السلام عليكم. العراق بين المربع الأول والفراغ الدستوري، بهذا العنوان ابتدأ الكاتب حارث الأزدي مقاله في صحيفة البصائر العراقية. ففي الانتخابات الأخيرة، كل فريق مشارك فيها رفع العقيرة وصاح بأعلى صوته بمظلوميته أو استحقاقه الانتخابي، فهذا يريد العد والفرز اليدوي، وذاك لا يقبل إلا بالإلكتروني، وآخر يتهم الخاسرين بمهاجمة الصناديق التي صوت بها 19% من المشمولين بالانتخاب. وفي المقابل يقول الخاسرون إن تزوير الفائزين المستحوذين على الانتخابات يلجئهم لحرق الصناديق. لو تأملت معي في التعبيرات السياسية المطروحة في كل مدة، ربما يصدق أن نسميها المربع الأول والثاني والثالث وهكذا. ففي بداية انطلاقتهم كان المصطلح الشائع هو المظلومية والانتصاف للمظلوم ورفع الضيم والقهر عن كاهل المواطن، ولم يحصل من هذا أي شيء. بشهادة المواطن المظلوم الذي كان مادة للمتاجرة السياسية، وهو وحده من يدفع تكلفة الصراعات دما وروحا. ثم جاءت مرحلة انتزعت من بين أسماء المربعات مربع المكونات والمحاصصة الطائفية والعرقية، ولا أظن أحداً من الشعب العراقي بكافة أطيافه قد أعادت له هذه المحاصصة شيئاً من حقوقه. فالمحاصصة هنا لأصحاب الأحزاب والإقطاعيات الطائفية ومن يدور في فلكهم، وليس للمواطن أي فائدة ترجى منه. ثم تعال وانظر معي إلى بعبع كانوا يخوفون العراقيين منه، ألا هو بعبع المربع الأول، وهو يعني أنك ستعود إلى ما قبل مجيء هؤلاء وقبل أن يتسلطوا وينهبوا الثروات. فهل هذا مزعج بالنسبة لك أيها المواطن؟ وقطعا أنهم لا يقصدون بالعودة المربع الأول المعنى الذي سبق، بل يريدون القول إن اتفاقات تحت الوصاية الدولية والإقليمية لابد أن تكون حاضرة ونافذة فيما يتلوها من مربعات أو فراغات. من المؤكد أن المواطن العراقي ليس مهتماً بأمر الصناديق تحقيقاً لاستحقاق من ظلموه أو تدقيقاً لتزوير آخرين، وهو يعلم أن التزوير موجود وحاصل، وأن الانتخابات الأخيرة فازت بأعلى درجة في الخداع على مستوى العالم والمنطقة. النظام الإيراني تورط في إرهابه، والتجارب تؤكد أن ترسانة الخوف من النظام تحطمت، والمعطيات تشير إلى بداية ثورة لن تنزلق في تهويمات الذعر من التغيير، رغم معرفتنا بحتمية بعض الفراغات بعد زوال أنظمة دامية كالنظام الإيراني. ومن يريد أن يقرأ واقع العراق فليتابع أو يفتش عن أعداد الوافدين الجدد المسجلين في المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتحديداً في دول الجوار الإقليمي، وبالذات من عشائر البصرة الذين يتعرضون لأقصى أنواع التهميش والترهيب من قبل الميليشيات الإيرانية ولأسباب طائفية، بحسب الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية عن الإرهاب الإيراني وتداعياته. فمصيبة الأحزاب إن كانت أحزاباً ناشطة في المعارضة وعلى سدة الحكم في الدول المختلفة أنها تربط مصير توجهاتها وسياساتها بمركز عقائدها في عواصم خارج الحدود رغم تغيير وانقلابات مناخها وجوهر تكوينها، لذلك تتجاهل أساسيات بناء أي دولة في رعاية المصالح الوطنية لشعبها وحماية حدودها، وهي تبدأ عادة بالتعامل مع المتناقضات لحسم إرادة عقيدتها السياسية أو انتمائها المذهبي والطائفي، كما في العلاقة الحالية بين نظام الملالي وعملائه في العراق. حكام العراق ماضون في بناء الأسيجة، ومنها السياج المتعدد الوظائف والخدمات والتقنيات مع الجانب السوري، وعلى مسافة تتجاوز 600 كيلومتر لمنع تسلل الإرهاب ذهابا وإيابا عبر الحدود، على الرغم من أن التفجيرات الأخيرة والحرائق وتفجير أكداس العتاد في العديد من مخازن الميليشيات تبرهن على أن العراقيين هم في حاجة ماسة أولا إلى بناء سياج وطني حول البرلمان القادم في العراق لمنع خروج أو دخول الميليشيات منه وإليه. مدينة البصرة العربية مستهدفة منذ سنوات طويلة بالمشاريع الميليشياوية والسياسية والاقتصادية والإروائية الإيرانية، وذلك لأن صمت النظام السياسي في العراق هو علامة رضا ودعم لتجارب السياسة الداخلية لنظام ولاية الفقيه في إدارة شؤون إيران. أثبتت آخر التجارب الانتخابية في العراق أن ثمة مشكلة تأسيسية في عدالة التمثيل، ومشكلة أخرى تتعلق بنزاهة الآليات الانتخابية، وثالثة تخص فلسفة الانتخابات وغاياتها في مجتمع شديد التنوع كالمجتمع العراقي، بحسب الكاتب مشرق عباس في مقال بصحيفة الحياة. لكن ما وصلت إليه العملية الانتخابية في العراق من تشكيك ومقاطعة واتهامات بات يفرض بلا أدنى لبس على المجتمع العراقي تعديل البنية الانتخابية برمتها. في كواليس ورش العمل الانتخابية يتم طرح إشكاليات دستورية وإجرائية وإدارية أكثر تفصيلاً وجدية حول بعض المطالب السياسية باعتماد نظام القائمة المغلقة والدائرة الواحدة أو الشعبية، باعتماد نظام دائرة انتخابية لكل مقعد، أو حتى الإبقاء على الطريقة الحالية دوائر متعددة وقوائم شبه مفتوحة. ويذهب الكثير من الباحثين في هذا الشأن إلى أن نظام التمثيل الحالي طريقة سانت ليغو ليس أساس مشكلة الانتخابات في العراق بقدر الثغرات التي يفرضها النظام وتستثمرها القوى الحزبية التقليدية لتعزيز قوتها. ومن حيث المبدأ يبدو ذلك سلوكا مشروعا للأحزاب الكبيرة التي تدعم فرضيتها بأن تقليص عدد الأحزاب في البرلمان يسهل تشكيل الحكومات ويحقق الاستقرار السياسي، لكن التجارب أثبتت عكس ذلك، فالأحزاب العراقية التي تصدرت في مرحلة ما بعد عام 2003 هي في الغالب تجمعات فئوية أو مصلحية أو اعتباطية، لم تسهم قوتها البرلمانية في إنتاج أنماط حزبية صحية وطبيعية، كما أنها لم تفلح في إخراج حكومات مستقرة، ناهيك عن كونها هددت وتهدد الأمن والسلم المجتمعي وتقود إلى تقسيم البلاد. لا يكون إنقاذ العراق عبر قانون انتخابي بالتأكيد، لكن التمثيل الحقيقي والمنصف لإرادة الناخبين من شأنه أن يحقق الاستقرار السياسي المطلوب قبل المضي إلى الإصلاحات الأخرى. التعليم ينهار والتربية في خطر، عنوان لمقالة للكاتب هاشم حسن التميمي في الزمان العراقية، حيث يقول فيها: كنا نسمع ونطالع قصصا مثيرة عن محاولات الفاسدين لاختراق منظومتنا التعليمية التي كانت من أرقى المنظومات التي يضرب فيها المثل لرصانة التعليم في مدارسنا واقترانه بالتربية عالية المستوى وجودة المناهج في جامعاتنا وإنتاجها للعقول الفذة
وحفاظها على المعيار الصارم في إعداد الطالب وعبقرية الأستاذ، وهي اليوم في خطر حقيقي. باختصار، كنا نمتلك منظومة تربوية في وزارتي التربية والتعليم العالي أنتجت لنا مشاهير اعترف لهم العالم بأنهم نتاج أمة عظيمة ومنظومة حديثة لم تؤثر عليها التقلبات الاجتماعية والصراعات السياسية. ولكننا لنعترف أن ما جرى بعد الغزو الأمريكي واختيار نظام حكم على أسس الطائفية والمحاصصة وبما يسمح للجهلة والطارئين لاختراق منظومة التربية والتعليم مما قادنا لفشل التربية ومؤسساتنا التربوية وانهيارها لدرجة الخطر واختراق قمة الهرم في الوزارة ومديريات التربية من عناصر منحرفة لا تتردد باغتيال الموظفين وابتزازهم لسرقة أسئلة الامتحانات وتزوير الوثائق وإسناد مريدها في الإدارات والمدارس. ولعل الفضيحة الأخيرة بتسريب أسئلة الامتحانات العامة والتي انتشرت أصداؤها العالم كله ناهيك عن ضعف الأداء المعرفي والثقافي وانتشار أنماط من السلوك، فأصبحت المدارس ترسل للجامعات طلابا لا يعرفون ولا يفقهون الكتابة الصحيحة بلغتهم الأم ولا يجيدون الإنجليزية حتى، ويجهلون جغرافية وطنهم والعالم وتاريخهم الحضري والمعاصر، ولا يعرفون المبادئ المعرفية العامة في الفيزياء والكيمياء، ولا يتذكرون حتى جدول الضرب. لذلك فإننا ندق ناقوس الخطر وندعو لدمج وزارتي التربية والتعليم العالي في وزارة واحدة وتطهيرهما من رموز المحاصصة المهينة للعقل والإنسان وإعادة هيكلتهما بإشراف خبراء في التربية والتعليم، وعندما منهم كنوز مدفونة ومهمشة يتأملون مشهد الخراب. على الرغم من فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، إلا أن أمام تحقيقه توجهات السياسية وطموحاته الشخصية وفق رؤية 2023 التي روجها خلال حملته الانتخابية مصاعب كبيرة وخطيرة يحتاج للتغلب عليها إلى قدرات ضخمة وإدارة حكومية ناجحة ومناخ إقليمي ودولي مؤات. فحزب الرئيس العدالة والتنمية خسر نسبة معتبرة من أصوات الناخبين، وهذا جعله أسير شريكه في تحالف الشعب حزب الحركة القومية الذي وفر لأردوغان وحزبه الأصوات التي قادتهما إلى الفوز، فغدا قوة ضرورية وحيوية إن لتوفير أغلبية لتشكيل حكومة جديدة أو لتمرير تشريعات وقرارات مصيرية لأزمة لتنفيذ رؤية أردوغان بحسب الكاتب علي العبد الله. أمام أردوغان مستويان من العقبات والمصاعب، عقبات بنيوية ولدتها الصيغة التي أقام عليها الجنرال مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية عام 1923، ومن طوت عليه من مفارقات وتناقضات من التعامل المصلحي مع الإسلام دين أغلبية الشعب بإنهاء حضوره في مختلف مجالات الحياة ومختلف فئات المجتمع والمماهاة بينه وبين القومية التركية، فالمسلم تركي وغير المسلم غير تركي، للالتفاف على التعدد القومي داخل الدولة الوليدة والتملص من حقوق الأقليات القومية وهي 26 إثنية كرد، عرب، أرمن، يونان إلى آخره، ما تسبب في غياب إجماع وطني حول الهوية وأفشل الخيارات السياسية والاجتماعية عقودا متتالية، وفجر صراعا سياسيا اجتماعيا قاد إلى انقلابات عسكرية، انقلاب كل 10 سنوات، وعقبات سياسية واجتماعية دينية ومذهبية ترتبت على سياسات السلطنة العثمانية المللية. أردوغان الآن في مواجهة قضية جوهرية طبيعة النظام الذي يجب أن يعمل لتكريسه خلال رئاسته الثانية، هل هو الديمقراطي المبني على قاعدة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وسيادة القانون والعدالة والعدالة الاجتماعية، أم هو نظام عنصري تمييزي سلطوي أتاتوركي بحلة إسلامية؟ ويضيف الكاتب بشأن القضية الكردية، حل وصول حزب العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية إلى السلطة عام 2002
جانبا من مأزق الهوية بانفتاح النظام الجديد على الإسلام، لكنه سرعان ما مال إلى أسلمة مقرونة بنزوع سلطوي صبغ تصرفات رئيسه أردوغان وفتحه نافذة صغيرة على العنصر الثاني التعددية القومية، مستفيدا من حالة الإعياء من الحرب والدماء والدمار في المجتمعين التركي والكردي، وميل إلى الحل السلمي تبنته منظمات المجتمع المدني الكردية بتبني مقاربة ديمقراطية في التعاطي مع حقوق الكرد. قد يتساءل المراقبون ما الذي يحدو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الوعد بإعلانه صفقة القرن في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي تتصرف بصورة تنم عن قصد سافر في استفزاز الجانب الفلسطيني بكل مكوناته، فمن اختيارها لسفير مؤيد لحركة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة إلى قبولها اعتبار القدس عاصمة لدولة، هذا الاستيطان نزولا عند الرغبة التي أعلنتها إسرائيل منذ أن ضمت القدس الشرقية رسميا إلى أراضيها وعيد احتلالها في عام 1967، إلى تنكيل واشنطن بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إلى جملة من المواقف الاستفزازية الأخرى جميعها دلائل تشير إلى تعمد قطع الجسور مع الفلسطينيين بما فيهم السلطة الوطنية ورئيسها محمود عباس جلبير الأشقر يكتب في القدس العربي. ألا يدري الصهر أن الشعب الفلسطيني سئم مثل هذا الكلام المعسول وقد سمعه من الصهاينة وأصدقائهم منذ عقود، ولا سيما في إطار صفقتي القرن العشرين، ألا وهما تسوية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وتسوية أوسلو بين هذه الأخيرة ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ وهل يظن كوشنر حقا أن الشعب الفلسطيني سوف تغريه مغازلته له بأنه على حد قوله في المقابلة المذكورة شعب مجتهد ومثقف جيدا ومتاخم لوادي سيليكون الشرق الأوسط إسرائيل، وهو يعد أن ازدهار إسرائيل سوف يمتد بسرعة للفلسطينيين إذا كان هناك سلام؟ هل يعتقد كوشنر أن الفلسطينيين يحلمون بالتحول إلى عاملين ملحقين بوادي سيليكون الشرق الأوسط وهو كابوس أكثر منه حلم؟ قد يقال إما أن كوشنر غبي ساذج يتلاعب به رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أو أنه متواطئ مع هذا الأخير، وكلاهما يستغبيان الشعب الفلسطيني. والأرجح في الحقيقة أنهما متواطئان، لكنهما يدركان تماما أن الفلسطينيين ليسوا بأغبياء، ذلك أن المرمى من مسرحية صفقة القرن يتضح لو قرناه بسياسة أقصى اليمين الصهيوني التي مثلها أريل شارون وطبقها إزاء غزة في عام 2005 عندما كان رئيسا للوزراء، ويمثلها نتنياهو بعده. هم يعدون لمسرحية كبيرة سوف يشرف على إخراجها أخصائي سياسة المشهد دونالد ترامب ويكون صهره بطلها، يعلنون من خلالها صفقة القرن وهم يعلمون علم اليقين أن الفلسطينيين لا يستطيعون القبول بها، مثلما لم يكن بمستطاع أي وطني فلسطيني أو عربي أن يقبل بقرار التقسيم. زاد متوسط الأعمار بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم، ولهذا يتساءل الكثيرون عن العمر الأقصى للإنسان. وفي إطار الإجابة عن هذا السؤال، اكتشف باحثون في دراسة حديثة أننا ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى الحد الأقصى للأعمار. واكتشف باحثون من جامعتي سابينزا الإيطالية وكاليفورنيا الأمريكية
في بريكلي في دراسة طبية حديثة أن البشر لم يصلوا إلى عمرهم النهائي بعد، وقد اعتمدت الدراسة في نتائجها على أبحاث تتناول أسباب الموت المباشر، ووجد الخبراء أنه بعد سن 80 يبدأ خطر الموت المباشر في الانخفاض، وذلك في دراسة أجريت على 4000 شخص من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.